كل طالب هندسه مر في مرحله مشروع التخرج واكيد واجهه كثير من المشاكل وكثير من العقبات اللي مطلوب انه يحلها اليوم حلقتنا عن احد مشاريع التخرج التي تم تنفيذها في شركتنا شركه مهندسين محترفين الخاصه في الابحاث ومشاريع التخرج طبعا هاي صفحتنا على الفيسبوك ما تترددوا في التواصل معنا لاي استفسار بخصوص مشاريع التخرج في الهندسه طيب كان المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو روبوت ب 3 فينجرز بيقوم بمهمة حمل الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر هسا قبل لا نحكي عن المشروع تبعنا بدي أحكي بس ملاحظة صغيرة أو معلومة صغيرة عن الروبوت إنه مع تطور التكنولوجيا قاعدين بنشوف صناعات كثير بتستغني عن العمالة وبتبدل هاي العمالة في روبوت بيشتغلوا نفس الشغل اللي بيقوم فيه الانسان. وشو البنفت تبعنا؟ رح يكون اقل وقت ممكن ودقة عالية جدا. وهذا هو تعريف الروبوت. انه احنا اي عملية بنقدر نعملها تشغيل اوتوماتيكي ونستغني فيها عن الانسان، هنا معنى الروبوت. طيب كونه بحكي عن الروبوت، اكيد في عندي انواع كثيرة، وكل روبوت تم تصنيعه ل يحلل لي مشكلة معينة أو يقوم بعمل ما في هذا مشروع في هذا المشروع كان في عندي مشكلة إنه أنا كيف بدي أعمل هولدنج للسيركولار شيب زي ما أنا شايف أو زي ما أنتم شايفين الصورة على اليمين في عندي رد من الألمنيوم وعلى الصورة الشمال في عندي زي كلبس هيك صغار برضو أسطوانيات صغيرة أو على شكل دائري برضو في عندي أشياء بتكون مش شكل دائري بشكل منتظم بتكون مثل الكام شافت مثلا بيكون في إلها بروز من هون فأنا هون إذا بلاحظ هذا اللي عم يحمل القطعة فقط تو ليجز بس هذول الليجز ممكن إنه يحملها وممكن إنه يفلت فأنا هاي المشكلة وأنا هون دايما بكون خايف إنه يضل هاي القطعة تفلت من هذول البلاستيكتين خاصة إذا هاي القطعة كان معمول عليهم عمليات تصنيعية فممكن يكون انه حرارة عالية فهاي الحرارة ممكن تأثر على الأرجل الموجودة عندي أو الحامل أو الكريبر اللي قاعد بيحملهم وبالتالي هاي هي المشكلة الرئيسية أنا اللي كانت عندي بهذا المشروع وبالتالي أنا الفانكشن اللي بدي أشتغل عليه ليحل هاي المشاكل لازم يكون في عندي اشيان مهمين اول اشي لازم يكون يعني هاي فليكسابيليتي لازم يكون يعني كثير مرن والليجز اللي فيه انه اقدر اتحكم فيهم بشكل كبير بحيث انه يحمل اي اوبجكت موجود قدامي انه انا هون عم بشوف اقراص بشكل دائري بقدر احملهم بسهوله ممكن ما اواجه مشاكل بس اذا لقيت شيء فيه في كام شافت مثلا اللي هو فيه جزء بارز من هاي الدائره يعني هون اتوقع راح يصير في عندي مشكله في حمل هاي القطع او لما يكون في عندي رد مثل هيك يعني اذا بدي احط هنا ليج ومن الجهه الثانيه برضه ليج ثانيه واحملهم ممكن يصير في عندي خلل في التوازن يصير يمين شمال بده يقلب وبالتالي انا بحتاج لاكثر من فينجرز لا لاقدر احمل هيك اشكال وكمان عشان الدقه تكون اكبر طيب الفانكشن الثاني اللي انا بدي اياه انه يكون التركيز تبعي على المهمه مش يكون التركيز تبعي انه هل عملت هولدنج له ولا لا هاي مهمة جدا جدا يعني هون انا بكون كل مهمة انه بس تمسك القطعة بس انا الروبوت مش موجود فقط عشان يمسك القطعة هو له وظيفة كاملة يمسكها ينقلها من مكان لمكان يعمل اسمبلي مع جزء ثاني يحمل هذا الرد مثلا يدخله على الاكسترودد ماشين بحيث انه يطلع لي مقاطع الالمنيوم وهكذا وبالتالي هو الروبوت وظيفته انه مش بس يمسك هاي القطاع لا وظيفته انه يكمل ويعمل فانكشن كاملة طيب هذول هم التو فانكشن الاساسيات اللي انا كنت اشتغل عليهم بهذا المشروع طيب فانا بعد تفكير وبحث في شركتنا طبعا تم التوصل الى هذا الديزاين هذا الديزاين بشكل مبسط في عندي انا ميكانيزم معينة موجود فيها 3 ليجز هس هاي 3 ليجز في عندي 2 ليجز منهم ثابتين والثالث بيتحرك على زاوية ستين درجة شوي وراح أفرجيكم إياه على السوليد وورك بس أنا شو الفكرة مني في عندي أنا جزء ثابت زي ما أنتم شايفين والجزء الثاني مربوط بليجز داخلية مربوطة بأسطوانة هاي الأسطوانة مسننة طبعا والأسنان هاي راكبة برضو على أسنان داخلية اللي هو باللون الأزرق هذا هذا اللون الازرق اذا انا في هون زي بيليا طبعا في كفر له برجيكم اياه فهذا الازرق انا اذا بشبكه على موتور راح والفه مع عقارب الساعة شو راح يصير؟ رح يصير عندي هاي الاسنان تتحرك وبالتالي رح يصير في عندي تعشيق ما بين الاسنان باللون الازرق والاسنان الداخلية للون البنفسجي لما يصير في عندي تعشيق في الاسنان الديسك هذا حيصير تصاعديا يطلع لما يطلع اكيد راح يدفع هاي الارجل لفوق وبالتالي راح يعمل عملية فتح لهذه الليجز او يسكرها طيب خلينا نشوف على السوليد وورك هذا هو التصميم بشكل عام اللي احنا اشتغلنا عليه كل اشي داخلي حيكون محطوط في كفر وما في اشي حيكون مبين طبعا اكيد الملف بصير ثقيل لما تعمل اسمبلي كامل له هاي زي ما احنا شايفين الاجزاء الداخلية تبعته وبالتالي انا هذا بدي امسك هذا الليجز ملف كثير تقيل يعني شايف راح اذا انا فتحته على الاخر الديسك البنفسجي حيطلع لاعلى واذا انا سكرته حيصير عندي الديسك ينزل لتحت عن طريق التعشيق مع هذا المسنن ضل عندي الاوبجكت الثاني زي ما حكينا عندي تو ليجز حيكونوا ثابتين والليجز الثالثه حتكون متحركه على زاويه معينه اللي هي زاوية ستين درجة فأنا هاي بقدر أحركها لهون يعطيني بشكل ثلاث زوايا يكونوا متساويين أو بقدر أحرك هذا بحيث أنه يعطيني مثلا أقرب لهاي الزاوية أو أقرب لهاي الزاوية زي ما إحنا شايفين هاي هي الفكرة الأساسية أو هذا هو التصميم الرئيسي لهذا الجريبر طيب خليني أشوف أنا عملت مقاطع فيديو بسيطة عشان توضح اكثر كيف طريقة الفتح والاغلاق طبعا احنا بالعادة بكون في عنا ملف للسوليد وورك كامل اكيد راح نعمل سيميوليشن كامل وفي عندي فيديو اند فوتو خلينا نشوف الاسمبلي تبعه في عندي اول قطعة والتانية هدول الارجل اللي راح يتحركوا عندي ثري ليجز مرتبطين بهذا الكونكتر واكيد في عندي بنات لالهم هذا الهيد تبعنا هون السكرو الرئيسي اللي راح يتحرك راح ينشبك على موتورز هذا الديسك اللي راح يحرك الارجل يدفعهم لفوق او لتحت والبيليا والغطاء الموجود عندي فهاي هي الاسمبلي الموجودة عندي بهذا الميكانيزم خلينا نشوف الاوبن كيف بصير اذا احنا ملاحظين اذا عملنا روتيت ل السكرو هذا باللون الازرق حيدفع الديسك هذا لاعلى لما يطلع لاعلى حيدفع هدول الارجل الثابتين وبالتالي في عندي انا نقطه ثابته في الليجز ونقطه ثانيه متحركه لاعلى وحيفتح كمان مره زي ما احنا شايفين هذا عم بلف الديسك معشق معه بالاسنان يطلع بيطلع لفوق الليجز هذول مثبتين مع الديسك الليجز نقطة ثابتة ونقطة متحركة عم تدفعها لفوق وبالتالي بصير عندي عملية الأوبن أتوقع الفكرة هيك واضحة جدا الكلوز الكلوز راح يكون العكس راح أعكس أنا التيار تبع المودورز ويعطيني حركة عكسية وبالتالي الديسك بدل ما يطلع لفوق حيصير ينزل لتحت طبعا عشان بسجل وبفتح ملفات ف ابطا نفس الاشي عكست انا الاتجاه الدوران الديسك صار ينزل لتحت يسحب معه هدول الليجز وبالتالي صارت عندي عملية الاغلاق طيب هذا كان مرحلة الديزاين بس احنا بنعرف في الهندسة انه الديزاين لحاله ما بكفي اذا احنا ما عملنا له يعني اناليسز وقدرنا نشوف قديش الديفليكشن اللي بصير وقدرنا نشوف قديش بيتحمل كوزن او قديش بيتحمل او الماكسيمم اه وزن اللي بقدر يحمله فهي شغلة كثير مهمة فاحنا ضروري نتعامل مع السيميوليشن فاحنا طبعا عملنا له سيميوليشن آه للجريبر كامل واخذنا تو كيسز له ما راح ندخل بتفاصيلهم بس انا في ملاحظه يعني طلعت معنا في الكونكلوجن اخر شيء انه في كان عندي ويكنس بارت انه لما انا اثرت بقوه معينه وزن معين خليته يرفعها ويحركها من مكان لمكان كان في عندي ستريس في هاي المناطق فانا بالنسبه لي هدول القطع اعتبرتهم هم الويكنس بارت طبعا كان الديزاين او الماتيريال المستخدمه بالديزاين هو الستانلس ستيل جريد 20 اتوقع هذا اللي بنستخدمه باغلب الصناعات البسيطه مثل هيك فانا هون كل صوره بتعطيني اشي معين فانا ما راح اتطرق لإلهم بالتفاصيل بس انا اخر واحده بتهمني او اكثر واحده بتهمني اللي هو التوتال ديفورميشن اللي انا بصير عندي واكتشفت هنا انه هاي القطع هي عبارة عن ويكنس بارت لانها اه راح يصير عندها ديفليكشن عالي يعني في عندي هون ديفليكشن باللون الاحمر وبالتالي عندي خطير راح يكون الموضوع فالماكسيمم ديفليكشن الموجود يعني هون عم نحكي احنا عن اللون الاحمر يعني 0.025 ميلي طبعا هذه الاجزاء من الميلي ممكن انت تحكي انه اوف اجزاء من الميلي ما راح استفيد منها او ما راح تاثر علي بحب لك لا انت راجع دروسك وراجع الفايبريشن لانه اجزاء من الميلي كثير بيفرق معي في حساباتي فهون انا بالنسبة الي في ديفليكشن بهاي القطع وبالتالي التوصية تبعتنا كانت انه هاي القطع تتحول من جريد عشرين لجريد اعلى ممكن تحط جريد ال او الخمسين بحيث انه يكون الخواص الماتيريال تبعتها اعلى وتتحمل لود اكثر وبالفعل هذا اللي صار معنا بهذا المشروع وكانت التوصية انه نستبدل او الكونكلوجين تبعنا انه نستبدل هاي القطع بماتيريال ثانية وطبعا اخر ريزلت كانت موجودة عنا انه هذا الجريبر ممكن انه يحمل وزن 700 كيلو بهاي التفاصيل بهاي الابعاد فانت بتحكي عن 700 كيلو بيقدر يحملهم وينقلهم من مكان لمكان طبعا هذا الروبوت كان مفيد جدا يعني حتى الانسان نفسه ما بيقدر يشيل هاي الاوزان فهذا هو كان اهمية هذا الليجربر بتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة اي استفسارات زي ما حكينا لكم في انه صفحة على الفيسبوك professional engineers engpro company تواصلوا معنا وما تترددوا بهذا الاشي لحتى نساعدكم في مشاريع التخرج لانه اكيد بتمروا في مشاكل كثير بهاي المشاريع شكرا لكم